السلام عليكم. شلون هيك؟ عاد ما راح اتعبك، ما راح احكي وياك هوايه. هسه انت كنت يم الطبيب وهاي الادويه هسه جبتها؟ اي والله. شنو اسمك عمو؟ شنو اسمك؟ عمو يعني. منين اجيتوا؟ من حصيبه. حصيبه؟ ايه. عملي بالصحافه كان هو عباره عن تحرير الاخبار وكتابه القصص الخبريه، بالتالي اكيد عندنا ضحايا، احنا نسميهم بالصحافه الضحايا. احيانا المقابلات والتقارير تتطلب من عندي اتعامل ويا الشخص التضحيه بحاله انسانيه، كيف اتواصل معه، كيف احصل على المعلومه بدون ما اجرحها، كيف نتواصل مع المسؤولين ايضا في الحصول على المعلومه. قبلها وين كنت؟ سلاميه. اه وكم همينا كم؟ ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. بعد احداث بغداد بال2004 احنا تهجرنا بتهديد مباشر، تهجرنا الى سوريا وسكننا سوريا لمدة سنة، وايضا بعد الاحداث مع سوريا رجعنا سكننا اربيل، سكننا تركيا. اول وحدة احس بالنازحين واول وحدة اقدر القيمة اللي هو انه انت تخرج من بيتك. بصراحة انا لاول مرة اعيش حالة انه اعيش بيت ايجار. جواري بحب. شنو اسمه؟ عمار. عمار بعدين تعالي سادس ابتدائي. تعال عباس. عباس شكد عمرك؟ نعم الكثير 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 من القصص المأساوية على مدار السنين اللي فاتت ضمن عملي، لكن أكثر قصة أقدر أستذكرها وأني طفل كان عمره 6 سنوات، كان شاهد قوات داعش أنه أخذت والده وقتلته أمامه. لكن على مستوى شخصي ساعدنا ماديا، ساعدنا أهله مواد غذائية، مواد ملابس حتى أخذنا للطفل، كلش تعلقت فيه وعندي صور وياه وأتذكره طول الوقت وأتمنى يعيش حياة سليمة. يعني صراحة سو العمل مع الآيوم ينطيني خبرة كلش كبيرة، ينطيني حافز أكثر، طموح أكثر أنه أكمل هيك مسيرة إنسانية بحتة.